قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد إن الحكومة توجه استثمارات لقطاع الثقافة بواقع 455 مليون جنيه، وأكدت حرص الدولة على نشر الثقافة بين فئات الشعب في إطار عدة أهداف رئيسية، منها تمكين كل الفئات الاجتماعية من حق الوصول إلى المعرفة من خلال تقليص الفجوة الرقمية وزيادة الاعتماد على مصادر الإنترنت. وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسعى إلى التوسع في تقديم الخدمة الثقافية لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمحافظات والأقاليم، وتقليص الفجوة الجغرافية وتنمية قدرات الكوادر الثقافية من خلال برنامج رفع كفاءة إدارة البنية الأساسية للخدمات الثقافية.